صباح الخير الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم ان شاء الله في احسن الاحوال. فيديو جديد، نهار جديد مع سلمى. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف كتشوفوا اليوم حبيت نشارك معكم فطوري، وغادي نديكم نتراو شويه في السوق ونشوفوا الجديد. خليكم معايا. وبعد ما شاركت معكم حبابي حبابتي فطوري المتواضع، دابا حبيت نديكم معايا لواحد المحل اللي كيف كتشوفوا معايا عنده الاواني والديكورات، الاواني المنزليه. كيف كتعرفوا رمضان ان شاء الله ما بقى له والو، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو يا ربي. كيف كتشوفوا راني كنت ديجا صورت من هذا المحل اللي كيتواجد في الناظور، شارع نعمة حدا ميركادو نصر. راني قلت لكم العنوان ديال المحل بالتفصيل، راه لاصق مع ميركادو نصر. المهم دابا يا البنات خليونا نتساراو شويه ونشوفوا الجديد اللي عندهم في الاواني وفي الديكورات، وحتى غادي نحاول نصور لكم حتى الاثمنه. اجي نتساراو جميع، خليكم معايا. شوفوا هذه يا البنات، الصراحه اللون واعر، سيرفيس زوين، وحتى اللون ديالو يعني خفيف وزوين، فيه جوج ديال الالوان. وهادو عاوتاني حتى هما الصراحه عندهم هذا المحل كيمتاز بحوايجو اللي فيه اللي ينفعوا ديكور وينفعوا حوايج الكوزينه. صراحه عندهم ديكورات زوينين. ايوا يا البنات كيف كتشوفوا راني باقي كنصور لكم الديكورات اللي عندهم. حنايا البنات كنموتوا على المحلات اللي فيهم الاواني والديكورات، اللي كنجيو بحال هاد المحلات ما كنسخاوش نمشيو. الصراحه ما شاء الله الديكورات زوينين، الاواني المتناول سواء في الثمن لا حتى في الديكورات زوينين بزاف، وعندو حتى الحوايج ديال البوفي. المهم راه المحل كبير بزاف وفيه بزاف ما يتشاف. كنصور لكم يا البنات الديكورات والحوايج بالاثمنه، كنحاول نصور لكم حتى الاثمنه، كل حاجه لها تيكي فيه ثمن، وانا كنحاول نصور لكم باش تعرفوا اكثر على الجديد اللي عندهم وحتى على الاثمنه اللي عندهم. باقي البنات كنتسارى في هذا المحل وكنساريكم معايا وكنوريكم الجديد اللي كاين، واللي حبات تشري شي حاجه او توجد شي حاجه قبل رمضان تاخذ فكره وتشوف الجديد اللي كاين في الاواني. اللي بوفي في حرامي حوايج الطحن ديال البوفي. شوفوا لي البنات ما شاء الله الاواني ديال البوفيه والديكورات، وكنحاول نصور لكم حتى الاثمنه كيف شفتوا معايا. ولكن كيف كتشوفوا راه ما شاء الله كاين بزاف ديال الحوايج، ماقدرش تصور كل شيء، ومع كانوا الناس كنحاول نصور لكم غير البلايص الخاويين. ولكن ما شاء الله اللي جات هنايا ضروري ما غاديش تخرج بيديها خويين، ضروري ما تشري شي حاجه، حيت الصراحه ما شاء الله حاجه كتنسيك في الاخرى. وحتى الاثمنه كنشوف يعني كاينين اثمنه في المتناول عفوا، وكاين اثمنه طالعه. المهم على حسب الحاجه والحجم ديالها والكاليتي ديالها. انا عجبوني الصراحه هادو حوايج ديال البوفي، عندهم يعني داك الشيء سيرفيس كامل، وتقدري تشري بالوحده وحتى الثمن كل حاجه وثمنها. راه كنحاول نصور لكم التيكي كيف كتشوفوا. المهم يا البنات نتسارى ونساريكم معايا كيف ديما. شوفوا لي الزوينات ديالي على ديكورات ما شاء الله، نتسارى وكنساريكم معايا وكنوريكم الجديد اللي لقيتو. بحال ديما صراحه ما شاء الله الحوايج ديال الكوزينه راه واعرين، وماشي حتى تشري غير الحوايج ديال الكوزينه، كاين الديكورات واللي عندها شي مناسبه تقدر تشري من عندهم الكادو. صراحه كاين بزاف ديال الاختيارات. كيف قلت لكم البنات اللي بغات دير شي كادو او اللي معروضه لشي مناسبه، عندهم ديكورات يعني ديال الحيط، وعندهم المرايات، وعندهم حتى لامبارات، كاين بزاف صراحه. وديجا صورت من هنا من عندهم، غادي نخلي لكم الفيديو السابق في صندوق الوصف. والصراحه مع رمضان دابا قالوا لي راه غادي يجيبوا السلعه سوبيرات ديال رمضان، السيرفيس ديال الكوزينه. شوفوا لي ما شاء الله المحل كبير والسلعه ما كتبقاش عندهم، سواء لا في الديكورات ولا في الحوايج ديال الكوزينه.
شوفوا الصراحة ما شاء الله عندهم جابوا حتى المبخرات وجابوا حتى البخور والمعطرات كيف كتشوفوا. المهم راه كلشي كنوريه لكم في الفيديو، اما الاثمنة راه حاولت ما امكن نصور لكم كل حاجة المبخرات التيكي ديالها اللي فيه الثمن، ولكن ما نقدرش نصور كلشي كيف كتعرفوا. دابا كنحاول نقربكم اكثر عند الجديد اللي عندهم، وراني قلت لكم المحل فين كيتواجد، جا حدا ميركادو نصر، لاسك مع ميركادو نصر في شارع نعمة. شوفوا لي الديكورات ديال الحيط كيف كتشوفوا راهم لهيه. صافي سراو لي معايا رينا. شوفوا يا البنات عند حسن مول البيجامات، هادو درهم على برا درهم فيهم التخفيض، ولكن نتسناو غادي نعرف الثمن ونقول لكم. تسكر لا خلط اسم خلط بيجامات سراو لي معايا. قال لكم هنايا كاين 20 درهم 30 درهم كل حاجه وثمنها. فيه بيجامة ديال الدراري الصغار، السراول، التريكاوات ديال البيجامة. تقلبي هنايا تجبدي من هنا شي حاجة مزيانة. كاين حتى الشورتات والكتو دار تخفيض في هاد البيجامات الطوالية البنات، كاين فيهم ديال 150 درهم و70 درهم. هو التخفيض دار التخفيض 50 درهم لهادو. تشوف ديالهم صراحة سخون ينفعوا في البرد. شوفوا الالوان اللي شوفوا ما شاء الله فيهم الالوان واعرين هادو، وحتى هادوك اللي لهي هادو اللي فلوس 70 درهم واللي لهي 50 درهم. شوفوا ما شاء الله البنات اللون فيهم الالوان وفيهم لي طاي، والثوب سخون فيه الالوان زوينه. هادو قال لي 170 درهم، 70 درهم لهادو. راه كانوا دايرين كتر، دابا دار لهم السولد والكتو يلاه دخل السلعه باقي كيشد فيها. شوفوا ما شاء الله هادو دار لهم 150 درهم، فيهم بزاف ديال الالوان وبزاف ديال لي موديل. عنده هذا بينوار طويل سخون، عندو هادو ماشي 50 درهم، راني غلطت، هادو 100 درهم، هادو دايرين 100 درهم. هادوك اللي شفتو معايا في الاول اللي في الوسط 70 واللي لهيه 50، هادو 100، هادو 100 درهم. هي فيهم هاد الزواقة هادي، فيهم دوك البنوارات السخونين، وهادي دايره بحال القندوره هادي. شوفوا ما شاء الله كتجي هكا مطروزه في الابيض، وعندها الطرز قندوره ماشي بحال اللي ماشي بيجامه، هذا قندوره مطروزه فيها هاد اللون وفيها هاد اللون فيها هاد اللون. شوفوا هادي ما شاء الله كتجي مطروزه حتى على الصدر، دايره 100 درهم وفيها بزاف ديال الالوان. كاينين هادو فيهم حتى هما الالوان والثمن 100 درهم. هي البلاصه بالضبط فين باب الرحمه، هو اول واحد ملي كتجي من الشبيبه تدخلي لجهه باب الرحمه، هو اول واحد كاين في الطريق كيف كتشوفوا. نحاول نصور لكم البلاصه فين هي الشبيبه لهي، تدخلي من هنا نيشان الجهه هنا نيشان تلقايه. راه عنده هادو على برا، راه هي من لهي باب الرحمه وهو كاين هنا. عندو هاد البيجامات هادو ديال الريكلام على برا، وعندو هادو. المهم كنصور لكم البلاصة بالضبط فين باب الرحمة كيدوز منا، دوزو منا هو المحل. هاهو هي الشبيبة يا البنات، غدخلو أول واحد كاين هنا هو حسن مول البيجامات. شوفوا باب الرحمة لهي، عندو هاد البيجامات هكا على برا، وعندو بيجامات لداخل. هذا هو المحل من الداخل.
ودابا يا البنات الفيديو ديالنا ديال اليوم ها هو سهله، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى يكون هادشي اللي شاركته معكم اليوم يكون الاعجاب ديالكم. كنتسنى تعليقاتكم وتشجيعاتكم بحال ديما، وما تنساونيش حبايبي حبيباتي من مشاركه الفيديو مع احبابكم باش تشجعوني اكثر، نبقى ديما نجيب لكم الجديد. ودابا غادي نقول لكم خليتكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.